مدينة الرستان 5/3/2014. كما تشاهدون هذا هو أحد الأحياء في مدينة الرستان الذي تدمر بشكل كامل جراء قصف قوات المحافظة عن الهمج والعشوائي على هذه المدينة. فهذا الحي يقع مقابل كتيبة الهندسة التي تقع شمال مدينة الرستان، التي تقوم بقصف المدينة بشكل شبه يومي وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. كما تشاهدون هذه هي كتيبة الهندسة التي تقع شمال مدينة الرستان والمطلة على هذا الحي بشكل كامل. لاحظوا آثار الدمار الذي التحق بهذا الحي جراء القصف العنيف والمواصلة.